الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة تضمن التحضير الجيد والتنفيذ الدقيق والتتبع المستمر لمختلف القرارات والمشاريع سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي. وبما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها فإن عليها أن توظف كل الوسائل لا سيما المعطيات الإحصائية والآليات المتعلقة بالتفتيش والمراقبة بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات في إطار الشفافية والتعاون والانسجام بين مختلف المتدخلين. ولا مجال هنا للتهرب من المسؤولية في ظل التطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة.